قصف صاروخي حوثي على حي المنظر في مدينة الحديدة. غارات جوية وكمين محكم يخلف خسائر حوثية كبيرة شرقي صنعاء. ميليشيات الحوثي تنتقم من هزائمها في جبهات مأرب باستهداف المدنيين بالصواريخ البالستية. نشطاء الإخوان يتهمون نجل قائد محور تعز بالتورط في شبكة دعارة ومخدرات. عوائق الحوثي للمساعدات الإنسانية ترفع مستويات انعدام الأمن الغذائي. تشغيل كورنيش المخا يفتح الآمال بعودة المتنفس الوحيد من جديد.